السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ بعد بحث شوية عن النت وصلت للروكال ارم اللي هو موجود عندكم، وفي شوية اشكال لي ده اللي هو موجود عندكم. اللي هو ده بالظبط، هنا عندك الكام والتابت ده موجود فوق البوش رود. فوق البوش رود ده في مسمار مربوط بصامولة اهوت، وهنا الليفر او الروكر ار، وهنا الشافت اللي بيشيل الروكر ار، وهنا السبرينج، وده الفالف وده الفالف زيت. تمام، لما بيجي الكامة بتيجي عند الحتة الاكبر فيها او نص القطر الاكبر، بيرفع ده لفوق فينزل هنا، فيحصل الايه ان الهواء اللي في الاسطوانة يطلع. تمام، لما يلف تاني يرجع تاني، ده ينزل لتحت وده يطلع لفوق فيقفل الايه الاسطوانة، وهكذا. تمام، ده برضو نفس الفكرة. ده الايه الشكل بتاعه، في هنا فورس السبرينج وفي فورس البريشر، الاتنين طالعين لفوق مع اضافة وزن للفولف. ده هيبقى فيه وزن لتحت وانرشيا لايه لفوق. تمام، وفي هنا عزم على ايه على النقطة بتاعت الايه اللي شايل الروكر ار. تمام كده، وده الروكر ارم في الايه في الصورة الحقيقية بتاعته. تمام، فانت بالنسبه لك لو عاوز ترسم حاجه زي دي هترسمها ازاي؟ في هنا دايرتين، وفي هنا المكان اللي هيدخل فيه المسمار والصاموله، وفي هنا الجزء اللي هيضغط على ايه على الفولف. تمام، خد الوش اللي قدامك ده كده واعمل له امتداد بالايه بالعمق بتاعه. تمام، فاحنا لو عاوزين نرسم حاجه زي دي هنرسمها ازاي؟ هنيجي كنترول ان، نفتح فايل جديد، نضغط انتر، اختار الفرونت في البوب اللي فوق، وهتلاقي سكتش، تختار سكتش، ترسم تو سيركلز، واحدة ب40، انتر. لقيت شكلها بقى مش مناسب خالص للي انت رسمه، بص على الابعاد تحت، احنا مختارين ليه سنتيمتر، فروح اختار المليمتر، هيطلع من السكتش ده وهيبدأ معاك سكتش جديد. تيجي فاتح السكتش بتاعك تاني واضغط على زوم تو فيت بي، او تضغط ايه اف، وتيجي نخلي دي كام 40، وتضغط اف تاني، بعدين تختار سيركل تاني وترسم دايرة 60 وانتر. تمام كده، وتيجي تختار لاين من فوق مثلا شوية، وتطلع بيه وليكن فوق السنتر، وتمشي كده ايه شوية، ضغط بس على فت كده عشان نفتح الشاشة.
لما بقعد ارسم الكيرف ده برسمه ازاي او القوس، برجع تاني للنقطة وافتح. تمام، لو لاحظت هتلاقي ان لما بترجع للنقطة بيظهر ايه، علامة الدايرة. تمام كده coincident هيعمل قوس. تمام خلاص، انا كده خلصت. هنا هضغط ضغطتين وهقدر تروح تضغط ترم. لا مش محتاجين نترم حاجة. تمام، هنبدأ بس نحط الايه شوية الابعاد، او في الاول نحط relations. تضغط على النقطة دي والدايرة دي وتضغط تضغط على القوس والدايرة واضغط ايه tangent. تمام، وتعالى على النقطة دي، هي كده كده ايه هو مختار tangent. تمام، بالنسبة لدي tangent برضو، واضغط على القوس control بعدين الدايرة بعدين تضغط tangent. تمام، خلي لي الخط ده والخط ده كولينير وافقيين برضو، وخلي الخط ده والخط ده كولينير برضو. تمام كده، بعدين تبدأ بقى ايه تحط شوية أبعاد، وليكن من هنا لهنا 125. تمام، ومن الخط ده للخط ده 125 برضو. تمام كده، بعدين ابدأ حط الأبعاد بتاعت الأقواس دي، خلي ده مثلا 250 والقوس ده خليه ب30 وده برضو خليه ب30. وخلي القوس ده ب50 وتعالى exit dimensions واتك على القوس ده او اضغط على القوس ده واضغط على القوس ده، خليهم الاثنين ايه متساويين. تمام، وتعالى عند النقطة دي كده خليها tangent. الدنيا باظت معاك خلاص، لو حصل وجالك الكلام ده اضغط على diagnose دي هيقولك ان التانجنت دي فيها مشكلة. خلاص قول له عم شيل، مش محتاج. تمام، بعد كده انت تضغط انت على النقطة دي وروح على فيلت وقول له كبر انت الفيلت ده براحتك لحد ما يبقى شكلها مناسب ليك. تمام، فكده الدنيا تمام. تمام، عاوز تعمل هنا فيلت تاني، روح بس في الاول صغر الايه صغر القيمة دي، خليها مثلا 3. تمام، بعدين روح اختار الايه النقط اللي انت عاوز تعمل لها فيلت، تمام او بلاش دي، بلاش النقط دي، ممكن نسيب دول. تمام ماشي، بعدين تضغط اوكي كده الى حد ما الابعاد متناسبة، بس لسه في حاجات ناقصة. يعني مثلا المفروض البعد ده هنخليه مثلا وليكن 25. تمام، وهنخلي شد البعد ده بس بعيد شوية، بعدين تخلي الارتفاع ده وليكن 10. تمام كده، والله الشكل كده مناسب بالنسبة لك. تمام، اشتغل مفيش مشكلة. تمام، حاجة مهمة في السوليد ووركس، انا لازم السكتش بتاعك كله يبقى لونه اسود. تمام، خلصت انت ابعادك كده وبالنسبة لك الدنيا تمام، تقوم رايح على ايه على
العلامة بتاعت العمودي والعين دي، تضغط على ال pull down menu اللي جنبها هتلاقي فيه fully defined sketch، تضغط عليها تروح على all entities دي، يعني اقول لك بص عرف لي السكتش ده كله، واضغط calculate هيحط لك اي ابعاد بحيث ان السكتش بتاعك يبقى ايه، يبقى fully defined. لقيت فيه مشكلة خلاص، لا اقول له لا مش عاوز الكلام ده، خلاص اقول له مش عاوز ريليشن وعاوز ابعاد بس، هيكالكوليت تاني لو في مشكلة هيقولك، ما حصلش في مشكلة تمام. خلصت انت السكتش بتاعك وكله تمام بالنسبة لك، تي اكزيت السكتش، والنصيحة الأهم طبعا إنك تسيف الكلام بتاعك ده، تسيف بدري بدري كده عشان ايه ما تخلصش وتحصل مشكلة. هنروح على داونلودز في الروكر ار، نجيب نيو فولدر هنسميه بارتس، انتر، تسمي ده روكر ار ده 01 ليفر تمام، في انتر. بعد كده تروح هنا على فيتشرز، تختار اكسترود، تختار السكتش اللي انت محتاجه. لو لاحظت هنا في الصورة هتلاقي ان الجزء اللي فوق ده معمول بسمك غير الجزء اللي ايه اللي تحت تمام. فهنقول مثلا ان الجزء اللي فوق ده العرض بتاعه مثلا وليكن 25، واللي تحت ده هيبقى 60 مثلا تمام. فهنيجي هنا في تحت حاجة اسمها select contour، هتختار الايه المكان ده تمام، وهتقول له انا عاوزه يبقى ميد بلين بقيمة 25 تمام كده. ايه المشكلة بقى؟ هتشيل ثيم فيتشر دي تمام، هتلاقيها اشتغلت معاك. تروح تاني على السهم ده تضغط عليه، تروح تشو الايه السكتش بتاعك عشان انا لسه هعمل منه كمان ايه اكسترود. معنى كده انك تقدر تعمل اكسترود على ايه، على نفس السكتش تعمل منه اكسترود كتير، تشتغل على السكتش ده بس، تيجي تاني على الكونتور ده دي سيلكت ده، او تضغط هنا وتكلير، وبعدين تختار الايه الكلام ده، ما تنساش تخليها ميد بلين بكام، ب60، تضغط انتر تمام كده تمام. تيجي بقى تضغط على السكتش ده وتعمل له ايه هايد، تضغط هنا على السطح ده و سكتش، تضغط فوق نورمال، وتجيب تو سيركلز تانيين وتخلي فيه هنا سيركل ولتكن مثلا كام، خليها 35 مثلا تمام، وخلي السيركل اللي جوه 20 تمام كده، ممكن نخليها 25 بس لسه هنعمل الغوز وكده تمام. وتيجي بقى تظبط الايه المسافات بتاعتك دي، خلي المسافة دي وليكن 10، بحيث ان ده الدايرة تبقى طالعة بره شوية تمام. وتيجي كمان تقول له ان النقطة دي تضغط كنترول السنتر الاتنين ايه افق، هتبدأ تتأكد في الدنيا معاك ويبقى شكلها حلو تمام. بعد كده تيجي بالمرة بقى عشان ما نقعدش ايه نعمل سكتشات كتير، هتيجي على ده، اطلع بس قدام سنة كده، وتيجي هنا وتجيب قوس كده صغير، لا بلاش القوس ده تمام، خلينا اضغط كليك يمين وافضل ضاغط، واسحب شمال يجيب لك خط تمام.
بعدين هات ال dimensions، خلي ده ليكم دي 30، واضغط على خط ده كليك يمين وسلكت الميد بوينت بتاعته وخليها قصاد الايه السنتر هنا هوريزونتال، تمام، وخلي الخط ده يساوي الخط ده كده، خليه بارل، تمام، بس كده. اضغط على النقطة دي خليها كولينير مع النقطة دي او وفق زيها. لسه في هنا حاجة ناقصة اللي هي الايه عشان يدار اخر ده كمان يكون اللون الاسود، انك تحدد المسافة اللي ايه ما بينهم، خليها وليكن 20 مثلا، تمام. بعد كده اخر حاجة تعملها تروح فوق من سكتش، هتجيب قوس بثلاث نقط، تلات نقط تحدد نقطة البداية ونقطة النهاية، وتعمل ايه هنا حاجة كده شكلها حاجة صغيرة كده، تمام. بعدين تحدد نص قطر القوس ده وليكن خليه 10، حاول تصغر القطر على قد ما تقدر عشان يعمل كيرف صغير كده، أو تكبره بقى على قد ما تقدر، تمام، حاجة زي كده، تمام. والمفروض تعمل ايه قوس تاني الناحية التانية، بس احنا طبعا ايه خلاص بقى عرفنا ان في حاجة اسمها ميرور. ف الأول هتضغط على الخط ده تخليه construction geometry، بعدين أي أمر بتعمله في السوليد لأول مرة بياخد وقت شوية، تمام، عشان يحمله على ايه على الكاش ميموري. و select الخط ده كليك يمين هينقل على ميرور اباوت، كليك يمين تاني هينفذ، تمام. دي بس لقطة فيلت صغيرة كده، خلي المسافة واحد، بعدين select الفور بوينتس تمام. لقيتها ان انت ممكن تكبرها شوية، خليها بتلاتة مثلا، خليها بخمس، اضغط كده خليها بخمس، اضغط تاني خليها بعشر، خليها باربعة، هي تقريبا اقصى حاجة هي بتقبلها ايه تلاتة، تمام يا عم الحاج انا موافق، ادينا تلاتة، تمام. بعد كده اكزيت الكلام ده كله، تعالى على اكسترود، هو يسلكت السكتش كله، تروح انت على كونتور دي وتكلير وتختار، لا مش دي، انت محتاج الايه هذا، انت ممكن تختار كله بتاع نفسك، تمام كده. مش عارف تسلكت حاجة، تعالى هنا في زوم تبريه، هات الاريا اللي انت عاوز تعملها سلكت، وقول يا عم بقولك خد دي كمان، تمام. و هتيجي بقى في الكلام ده هتقول بلايند، بس عكس الايه الاتجاه بتاعك، عاوزها تبقى لحد فين، قول له يا سيدي بلاش بلايند خالص، قول له اد سيرفس، وبعدين اختار السيرفس ده، فهو ايه هيظبطها بنفسه، تمام. هنا هو طلع لفوق ليه، هو طلع لفوق عشان احنا دايركشن اتنين موجود، بس خلي دايركشن اتنين ده حاجة بسيطة يعني، خلي تلاتة مللي مثلا، تمام، بحيث ان يبقى عامل كتف صغير كده. بعدين تعالى على اكسترود تاني هنا كده، لو ضغطت هتجيب نفس السكتش اللي انت كنت شغال عليه دلوقتي، تك زوم تو فيت عشان تشوف الدنيا بتاعتك كلها، تاني كنسل الدنيا دي، قول له بس انا عاوز ده، وي يبقى منين يبدا من سيرفس، فين السيرفس ده، خليه يبدا من السيرفس ده، وي عاوزه في الاتجاه التاني
القيمة ولتكن 5، تمام، وخليه برضو في الاتجاه ده القيمة ولتكن 2، تمام. آخر حاجة هنستعمل فيها السكتش ده اللي هو إن احنا نعمل ايه، هول. ممكن نعمل هول وبعدين نعمل لها الثريدز بتاعتها، أو ممكن نعمل ثريد على طول مباشر أو هول ويزرد مباشرة منين، من هنا كده، تمام، من فيتشرز بعد اكسترود كات على طول إنك تعمل هول ويزرد، تمام. لو ضغطت عليها هتلاقي الايه الكلام ده كله. احنا محتاجين نعمل ايه، ثريد، صح؟ بس هنا الثريد مش وصل للآخر، فاحنا نضغط على هول ويزرد هنجيب لنا كل الأشكال اللي احنا محتاجينها. هنيجي هنختار اللي هو النافذ، تمام، فين اللي هو ده، ده سلوت، لا احنا عاوزين هول، عاوزين ثقب النافذ. اختار الاول الستاندر بتاعك، خليه ايزو، هنحط بولت، المفروض راس المسمار هتبقى من تحت، فهتبقى ام، تبقى ام 8 مثلا، لا تبقى ام 10، و نورمال، تمام. والاند كونديشن 3 ثرو اول، و النير سايد في الكلام ده خالص احنا عاوزينها تبقى ايه، نافذة، تمام. هتختار تروح على الحافة كده وبعدين نروح على ايه، على السنتر وتشيك، تمام، وارجع تاني على المواصفات دي. خليه ثقب نافذ، تمام، عايزين نعمل الثريد. ممكن تعمله من هول ويزرد، ممكن تعمله من السكتش اللي انت كنت لسه عامله دلوقتي، وتيجي تعمل الفيتشرز تختار اكسترود كات، تختار الهول دي وتضغط ثرو اول بوس، خلصت كده الدنيا. تضغط بس على السكتش بتاعك تاني، هايد الكلام ده كله. ولو عاوز تعمل ثريد هنا هتعمله عادي، فاهم؟ انت لو عاوز تعمل ثريد هنا كده هتيجي بس في من فيتشرز في حاجة اسمها ثريد، هي موجودة هنا تحت هول ويزرد. بس هيقولك في الأول إن ده مش معمول للإنتاج الكمي وبس، عشان توفر الفكرة بتاعتك. هتيجي بيقولك اختار الايدج اللي انت عاوز تعمل عليها الثريد، اقول له الايدج دي والسطح بتاعك، اقول له من اول السطح ده، والقيمة خليها 35، وادي له اوفست ب2،
بس الاتنين دي تبقى من فوق بقى. تمام. و هات المتريك تاب والام بتاعته هتبقى، احنا عاوزين ام 10 في 1.5 وفي 1 وفي 1.25 اللي هي البيتش يعني. تمام. فاين اكتر ولا اختار اي واحدة مش هتفرق معاك دلوقتي، اللي هي مثلا ام 10 في 1. حدد نوع الرد اللي هو قدامك ده، لما تبقى باصص من فوق كده لو بتلف يمين هتربط، بس احنا هنلف من ايه، من تحت، وهنربط يمين يبقى هو يمين برضو. تمام. رايت هاند تضغط اوكي هيديك الثريد اللي انت ايه محتاجه، ده الثريد اللي انت ايه رسمته دلوقتي. لو عملنا عليه زوم كده هتلاقي ان ده الثريد اللي احنا ايه عملناه دلوقتي. تمام. نرجع تاني للفت. طبعا هو ده مش شبه الايه الشكل اللي موجود هنا صح، اللي ناقصنا ايه نعمل هنا حتة فتحة صغيرة كده مش تفرق معانا يعني. تمام. لو عاوزين نعملها نعملها بسهولة، تيجي هنا سكتش نورمال تختار سلوت، فين سلوت؟ هذا سلوت. تعالى هنا هنا مش تفرق معانا بقى هي شكلها ايه، المهم ان احنا نطبق المبدأ دلوقتي. تمام. بس تشد دي كده في الحتة دي بالظبط، وصغر دي شوية تمام، ولتكن كده مثلا. تمام. وتعالى خد ستروت كوت بي 5 ولو عايز تعمل واحدة زي الناحية التانية بتعملها بإيه؟ بـ ميرور من فيتشرز، تفتح ميرور دي بيقول لك سيلكت البلين، احنا كنا راسمين على الفرونت وعاملين ميد بلين، خلاص اختار الفرونت عادي، هتسلكت الفيتشر واللي انا عاوز الفيتشر دي. تمام. هيرميها لك الناحية التانية. بعد كده اخر حاجة بتعملها عشان تخلي الجسم شبه الجسم التاني، تروح تختار دي، تختار فيلت في 10 كده. تمام. ممكن تخليها ب15 مفيش مشكلة، تعملها في الناحية التانية، نختار دي كمان وتأكسبت الجزء ده، ورجع تاني اضغط فيلت هنا خليه دي 3 او دي 5. تمام. اختار بقى كل الحاجات اللي انت عاوز تختارها، بلاش دي خليها 3 تاني. تمام.
كمان فلت. تمام زي الفل. خلصت انت الكلام ده؟ تعالى بقى على فتحة العمود دي ودي بتشنفر باتنين مثلا، والناحية التانية اتنين برو والوات صح كده. احنا تقريبا ايه خلصنا كل الديزاين تمام او الرسمة بتاعتي تمام كده. تيجي بس في الابيرنس، تختار الابيرنس من هنا، تخش على ميتال منها، تختار ستيل، تختار اللي يعجبك بقى مش هتفرق تمام. فهو ده الايه الشكل بتاعنا، او الشكل ده ايه ده ستيل بس قديم شوية تمام. فهو ده الايه الروكر ارم او الليفر بتاعك تمام. تروح بس على ماتيريال، تديله edit material، خلينا مع بلين كربون ستيل، المفروض ما يبقاش هنا في الكربون يبقى قليل. اليلد سترينث هنا 6 620 كويس، ناخد ده تمام. فده الايه الروكر ارم بتاعنا، هنسيف. عاوز بقى ترسم الحاجات التانية، الحاجات التانية بسيطة جدا يعني تمام. يعني هنا لو محتاج ترسم هنا الفولف في المكان اللي زي ده هترسم الفولف عادي، لو محتاج ترسم العمود اللي هنا هترسم العمود عادي خالص، ريفولف عادي. هنا مسمار وصامولة مش لازم ترسمهم اساسا، انت تروح تجيبهم وانت بتعمل الاسامبلي، تروح على التول بوكس تجيبهم تحطهم تمام كده. الفكرة بقى ان العمود اللي هو قدامنا ده او الليفر ده بالظبط الشكل اللي هو موجود عندنا فين في الرسم صح، بس هو مش موجود بالترتيب ده، هو هنا كده يعني. لو جبنا ده بالظبط الشكل اللي هو موجود ايه عندك، لو انت عندك في الجنب ده في البوشرد، وفي الجنب ده في ايه الفولف تمام. وهنا فيه العمود اللي متركب عليه الروكر ارم، وقلنا ان بيحصل هنا عزم، وفي الناحية دي في 4 فورسز اللي هي وزن الفولف لتحت، والانرشيا بتاعت الفولف لفوق، والبريشر لفوق، والسبرينج لفوق برضو. هتجيب حصيلة الفورسز هنا، تاخدها تجيب هنا الفورس اللي ناتجة عن العزم، تجمع الفورس بتاعت العزم والفورس هنا، تبقى انت جبت الفورس هنا تمام. اللي انت بتصممه كالتالي، اول حاجة بتصمم بتشوف المقطع ده مناسب بالنسبة لك ولا لا، دي اللي هو الجزء بتاع الحرف اي اللي احنا هنفرضه. وفرضنا اي ليه؟ لان الاي السطح الخارجي بتاعها كبير، فهيتحمل اجهادات بره اكتر اعلى يعني. و هتجيب من المعادلات هتجيب التي
بعد كده انت موجود في الجزء ده، لما يبقى موجود هنا عمود، قلنا لما يبقى فيه عمود مع بيرينج او عمود جوه هول تاني، تمام، بيحصل حاجة اسمها البيرينج بريشر او الكراشنج بريشر. قلنا منها هتجيب القطر والطول، ده قلنا هنفرده بواحد ونص، تمام، من الدي، تمام، اللي هي الدي هنا نعملها 40 وعامل ده 60، فهو تقريبا ده الايه، تبقى حاجة متناسبة مع بعضها يعني، تمام. هتجيب الدي وهتجيب ال، بعد كده هتشتغل على البندنج اللي بيحصل على القطر الخارجي ده، تجيب منه القطر الخارجي، بعد كده بيقول لك ان في بن، تمام، البن ده بيحصل عليه شير فورس. البن ده بالظبط انا مش عارف هو انهي جزء في المكان، بس هو تقريبا المفروض ان هنا العمود ده هو متخيل ان هو بن مثلا، وفيه هنا فورس اف ايه لفوق واف بي، عشان كده لو حصل تلاقيه واخد اف ايه زائد اف بي، الاتنين بيأثروا لفوق فبيحاولوا يكسروا العمود اللي هنا، تمام. فهتجيب القطر بتاعه وتتشك بقى على القطر اللي انت مطلعه بالبيرنج، هل هما الاتنين شبه بعض ولا لأ. ودايما لما تجيب قطر من قانونين مختلفين تاخد القطر الأكبر في الديزاين، بتاخد القطر الأكبر، تمام، تاخد يعني لو جبت، لو هو عمود واحد وطلعت له قطر مرة بإجهاد 50 وطلعت له قطر مرة تانية 60، تشتغل على قطر 50 ولا 60؟ 60 طبعا، تمام، لأن لو خدت 50 في إجهاد فيهم هيبقى مظبوط معاه.